مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم، لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله، وبيبقى الوضع على ما هو عليه بفارق ضئيل جدا من النقاط، يقل عن رصيد النقاط اللي ممكن يحصل عليه اي فريق من فريقي القمه الاهلي والزمالك، والقمه حتى الان لنادي الزمالك والنادي الاهلي في المركز الثاني، وتبقى الامور كما هي او يبقى الوضع على ما هو عليه في المنافسه على قمه الدوري الممتاز لكره القدم في واحده من اغرب المباريات، مباريات القمه في تاريخ الكره المصريه، لاسباب كثيره هنتكلم عنها مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم بعد قليل. اجدد الترحيب في بدايه هذا اللقاء وفي بدايه لقائنا الاسبوعي مع كاتبنا الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. حضرتك متفق ولا مختلف معايا في ان حاله الطقس وغزاره الامطار وحاله ارضيه الملعب وكل الملابسات والظروف المحيطه بهذه المباراه بالامس كانت او جعلتها مباراه غريبه جدا، راي حضرتك؟ لا متفق طبعا مع حضرتك، وعندي كلام كتير هقوله في هذا الموضوع، بس دعني برضو على ما أرجع لست أم كلثوم وقف الخلق. أنت كنت من الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم في قضية المعاشات. من يومين ابتدت تندع، صدرت القرارات، ابتدت تندع زي ما بيقولوا. أنا عايز أقول قواعد المجد اللي بتتبني، ما أنت بتبنيش النهاردة مشروع هيطرح لك تاني يوم، بتحط الشجرة تقعد لها كم سنة على ما بتجيب ثمار. النهاردة المنشآت اللي تمت، ودي من يعني أنا بقول أكبر حركة نهضة مصر شكل في 50-60 سنة اللي فاتت، أن تتم أن يتم في هذا الوقت من الزمن القصير 5 سنوات أقل شوية مثل هذا العدد من المشروعات. المشروعات اللي جايه دي منها حاجات كتيره، ابتدى الحاجات الاقتصاديه، الزهر والغاز والكهرباء والفائض، وبتدخل انت تبقى النهارده هتبقى مركز توزيع الطاقه الكهربائيه وطاقه الغاز، وده موضوع مهم جدا بس مش بنقاطع، وعشان ولاد الحلال اللي بيغلوا طول النهار على مصر بده. انما النهارده ما تم من حزمه الاجراءات اللي اتخذت الرئيس قالها ديت، المعاشات ما شاء الله شفت اتعمل قد ايه، ان يكون الحد الادنى 2000 جنيه امر لم يكن احد يحلم به من قبل كده، لما كانت المزايدات وقت يناير ومظاهرات والكلام، ولما رفعوا قالوا هنعمل قالوا 1200 جنيه، لا بقت 2000 جنيه حد ادنى المرتبات. ده شيء رائع جدا بيقول لنا اللي جاي افضل ان شاء الله. يعني حضرتك متفائل يا استاذ ابراهيم ان شاء الله هذه القرارات اللي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الايام القليله الماضيه بزيادات في الرواتب والمعاشات في الجهاز الحكومي او القطاع العام والجهاز التابع للدوله، حضرتك شايف انها هتكون نقطه تنطلق منها قرارات في الفتره الجايه ان شاء الله اكثر عداله واكثر انصاف للمواطن؟ محمد انا عايزين بس عشان في العداله، من العداله ان الاعلام يكون عادل وان يبرز ما تم، ودايما يفكر عشان احنا بننسى، انا وانت وهو وهي وكلنا بننسى، احنا بننسى احنا كنا فين ورايحين فين، بننسى ان ما كانش عندنا اي مشروع في اي حته، ولا حتى مشروع شركه هوا انك تعمل اي مشروع في اي، ما كانش عندنا حاجه، احنا كان ما فيش لا شركات كهرباء، لا كان في كهرباء، ولا كان في طاقه، ولا كان في غاز، ولا كان في كل ده. لما بتعمل حزمه الحاجات دي بتقول ان الافضل لم ياتي بعد، جاي ان شاء الله. يعني حضرتك متفائل يا استاذ؟ يعني لازم يعني باذنك يا رب اتفائل، لان احنا شايفين على الارض، اصل في فرق بانك انت تحكي لي وانا احكي لك مشروعات، فانت في الاول بتصدقني، بس انا بكلمك في كلام على في الهوا، وفي فرق انك انت تمشي تلاقي حاجه بتتعمل، في فرق انك تمشي تكتشف انك انت خلال 2-3 سنين عملت 7000 كيلو متر طرق، من غير طرق ما كانش في استثمار ولا حاجه تتعمل تربط مصر ببعضها، من غير الكباري والطرق والانفاق اللي الانفاق ال5 انفاق اللي بتتعمل دول ما حدش واخد باله دول ايه، دول حكايه ما بعدها حكايه، انك تربط سينا بيك بالطريقه دي عسكريا واقتصاديا وامنيا وكل حاجه. عايز اقول بس حزمه الاجراءات بتقول للناس في غلو، ما عشان نصلح الاقتصاد، انت بتنقل نفسك من بلد بتتداين عشان تاكل وتعيش لبلد انك انت بتعدل اقتصادك وما فيش حاجه اسمها دين. محمد احنا عندنا في مصر، بس احنا برضو احنا مخطئين في حق نفسنا، اقسم بالله العظيم مصر فيها دلوقتي منتجات بتطلع محل صناعه مصريه، اقسم بالله العظيم ثلاثه تقعد اي صناعه اوروبيه على الرف. هتيجي تقول لي طب ليه؟ لا، لان فكره ان كان يكون هناك استيراد، وفكره ان اغراق السوق بالاستيراد على قد المكاسب الخاصه، انما هي فكره كمان بتكسر بيها صواميل مصر. ما انت كل ما بتزود الاستيراد كل ما زاد المدفوعات هيبقى في خلل، لان انا محتاج اوازن ده. احنا ليه يا جماعه؟ ازاي احنا نبقى بنستورد من بلد زي تركيا فوق ال 30 نوع بسكوت؟ اقسم بالله انواع البسكوتات رجعت في ال5 سنين اللي فاتت، البسكوت المصري انا بقول لكل حد بقول له حرام عليكم تشتروا اي حاجه من بره واحنا عندنا المنتج البديل لها. في الصلصات يقول لك الصلصه الالماني دي وماركه مشهوره ما فيش غيرها، وبعدها الطلياني. والله العظيم شركتنا الوطنيه اهديت بتعمل صلصه تقعد الاثنين دول في البيت.
يا جماعة احنا لازم نشجع المنتج المصري، يا جماعة لازم نفخر. احنا عندنا دور المواطن نفسه يا محمد، احنا عندنا مصنع في مصر، الجنس بيطلع من المصنع على المطار لأمريكا، اعلى مستوى توزيع هو الجنس المصري، القمصان بتاعتنا. ما انت تروح ساعات تتمخطر في الزيارة بره وتشتري حاجة، بعد ما تيجي يقول لك صنع في مصر. الله، هو احنا لسه عندنا عودة الخوارة ولا احنا لسه واخ مش عارفين؟ هل المسألة مسألة تسويق؟ هل المسألة مسألة انا مش عارف؟ انما عندنا ده بس. طب احنا طبعا وقف الكلام ده مهم، ومدام حضرتك بدأت بيه هنكمل دقائق قليلة في هذا الموضوع المهم قبل ما نعود لكرة القدم ولمشوار النادي الاهلي وارتباطاته المتواصلة والمضغوطة جدا على المستويين المحلي والافريقي، وهنبدأها بتحليل حضرتك للمشهد في مباراة الامس. لكن في نقطتين مهمين عايزين نتوقف عندهم في كلام حضرتك. اولا حضرتك بتقول في دور للمواطن المصري في دعم اقتصاد بلده والمنتج المصري. نعم. هل كمان محتاجين قدر من الوعي عند المنتج نفسه او المستثمر المصري بوضع هوامش ربح مقبوله ومتعارف عليها عالميا عشان المواطن يقدر؟ انت عارف ان الصناعه المصريه احسن وارخص. هي الفكره كلها ايه؟ احنا بعافيه في التسويق، ما عندنا ده علم، ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان هنالك من له صالح مصلحه بره بقى من هنا من اي حته ان يبقى الوضع اللي ما هو عليه، وهي دي المشكله الحقيقيه. الدور الثالث للمواطن عشان يعرف ده، ما محتاج الحلقه اللي في النص أن يعلم المواطن بهذا الموضوع. ما تقدرش التتيلي في قناة تتكلم عن ده هيقول لك الله ده إعلانات مش عارف ده إيه الكلام ده كله، إنما لازم إحنا عندنا الوعي بالإعلام ده. معهد ناصر ده صرح طبي عظيم، لا أحد يعلم أن في معهد ناصر ده أنك تعمل الكشف الدوري العام من شعرك لغاية ضوافرك في رجليك بمبلغ 500 جنيه، كشف دوري اللي بتعمله مثلا كل سنه كل سنتين، وده مهم جدا. ليه؟ لان احنا في مشكله لا قدر الله كمان بيعمل كشف مبكر عن اي امراض عايز علاج سريع. انت قلت وده فايده، ده في الاخر بيأثر على النمو بتاع بلده وعلى اقتصاد بلده وعلى حاجات كتير ولا حد يعرف. هتيجي تقول لي ما يقدرش، هو ما عندوش جهاز للدعايه انه يعمل ده، وما فيش امانه ان احنا نقول ده. يا اخي ده احنا عندنا حاجات كويسه جدا جدا، احنا اللي ما عرفش. طب هل بدات بالقرارات اللي حضرتك اشرت اليها، قرارات الرئيس الاخيره بشان زياده المعاشات والحد الادنى للمعاشات والزياده للرواتب في الجهاز الحكومي، هل هي بدايه الرد على بالارقام وبالفعل لا بالقول على الاشكاليه والجدليه الكبيره اللي كانت في مصر وحضرتك تابعتها اكتر مننا خلال السنوات اللي فاتت؟ فكره ان الدوله بتقول انا بعمل مشروعات مهمه جدا ولا غنى عنها ولا بديل عنها ولكنها مكلفه وبتحمل الدوله عبء كبير، وان المواطن بيقول نعم احنا سامعين رؤيه الدوله وقراراتها ان في انجازات اقتصاديه واصلاح اقتصادي لا غنى عنه ولا بديل له، ولكن عايزين نشعر بهذا المردود. مردود ده علينا كمواطنين. هل حضرتك شايف دي بدايه؟ ما انا بقول لك ابتدت تندعي. ما انا بقول لك ابتدت تعمل ايه؟ ما هو انت النهارده بتبتدي تعمل واللي جاي اكتر بقى ان شاء الله. انت باذن الله مجرد الطاقه ده ما يتعمل اتفرج. نتمنى ان شاء الله القرار. تعال نرجع بقى لايه للحدوته لمباراه الامس. عايز بس في الاول اقول، هل يمكن ان يكون هناك في مطار من غير ران واي من غير ممر؟ لا يمكن. لو ما فيش ممر ما فيش طياره اللي هتحط ولا طياره هتطلع، ويبقى المطار ساعتها يعملوا صالات افراح، يعملوا فيه معرض، يعملوا فيه معارض بتاع الاسر المنتجه، يعملوا فيه اي حاجه. هل يمكن ان يكون هناك استاد من غير ملعب حقيقي؟ ده اللي انا بتكلم عليه، ده الجزء الاولاني. فالملعب احنا ما اعرفش، احنا ساعات بنيجي برضو دي من الحاجات فينا كده في عادتنا، احنا مش هنشتريها ساعات. الاستاد ده بيكلف 500-600 مليون. الملعب الطبيعي عشان تعمله، تكلفة الملعب الطبيعي لما تعمله على المواصفات الأوروبية يبقى زي أي ملعب بتشوفه في إنجلترا، يتكلف حوالي مليون ونص. هل ده كتير؟ صدق بالله إن بنصرف المليون، بتصرف المليون ونص بس على حاجة غلط. وبعدين وإحنا هنخترع يعني؟ لا أنا هخترع ولا أنت هتخترع، ما إحنا يا جماعة ده أنت بتخش على النت، يا جماعة أنا عايز أعمل ملعب، إيه المواصفات؟ يقول عايز تدفئة، عايز كذا، عايز كذا، عايز كذا. ده نيجي بقى للأزمة، مش دي الأزمة الحقيقية. عندنا مشكلة الاستادات معذورة فيها، ان كل استاد بيتلعب عليه في الأسبوع 800 ماتش بواقع 10 ماتشات في اليوم، معرفش بيتلعبوا ازاي بيتلعب. فهرناه على قد ان هو متواضع، انما هرناه، هو معمول غلط انما هرناه. نيجي الماتش تحديدا بقى، نروح على ماتش القمة. يعني انا عايز اسأل، احنا من انا بسأل بقى السادة مجلس اتحاد الكرة وكلهم اصدقاء، ويعني يعني اصدقاء واصدقاء يعني اعرفهم جيدا وكلهم ناس افاضل وكل حاجة، انما ده على عيني، انما في الشغل ده احنا نتكلم بقى، نتكلم في شغل المصلحة. ما جاش في بالكم وان في ماتش زي ده
والماتش ده مش مجرد انه قمه واهلي والكلام ده كله، ده ماتش كل الدول العربيه بتتفرج عليه، ولا زال له العبق بتاعه، ولا زال الصيت الكبير. هل انتوا يرضيكوا المسخره اللي كانت موجوده؟ انا كنت امبارح خايف من حاجه، انت عارف ايه؟ لو لعيب ما بيعرفش يعوم كان ممكن يغرق في اي بركه من البرك دي، يطب على وشه يشرق يموت. فانا اللي انا عايز اقوله، انا بس عايز اجيب، يا ريت يا برناوي، ده ماتش امبارح، يا ريت قبل ما نخش لا انا عايز بس يا ريت يا برناوي تجيب لي ماتش لقطه من اي حته من الملعب بتاع الماتش بتاع الاهلي وبطل الجزائر. ده كان من امتى؟ شباب الثوره. شباب الثوره ده كان هيقول لنا بلاش نلعب على الملعب ده. خلاص السيد عامر حسين وهو راجل فاضل وبقدره جدا، وطالع عينه في حكايه انه يعمل جدول ماتشات في الكلام في الضغط وفي عدم وجود نظام، فالراجل متبعتر يعمل ماتش يجي للاتحاد حد يكلم بالتليفون يروح مأجل الماتش، فدربكت كلها بقينا بنلعب كل 14 ساعه ماتش. قال تصريح، قال ان ده قبل ما بعد ما حصل الماتش، قال الحقيقه ان احنا يعني ما طب كنا هنعرف منين هتنزل المطر دي. فبقول للسيد عامر حسين، ما تخيلناش الامطار هتبقى بالغزاره دي. الله يا عامر بيه، ده احنا عندنا الارصاد ما شاء الله، وده حاجه على بعد ما التطورات الجديده والرياضه الجديده بالثانيه. ويمكن معانا اخونا برناوي يقدر يقول لي، يقدر دلوقتي وانا قاعد مع حضرتك يقول لي بعد 10 ايام ان شاء الله اذا كان لنا عمر الجو هيبقى شكل ايه. انا يوم 20 ابريل كان يجب ان اتحاد الكره يفكر يفتح الاجنده ويوصف الارصاد كده، يفتح التليفون ويتك على الموقع اللي بيجيبوا منه الكلام ده، يشوف الموقع في احتمال مطر، في احتمال كذا، خاصه ان ماتش الثوره الجزائري لما اتلعب كان باين حاله الملعب. حاله الملعب سيئة. وحاله الملعب مش موضوع الامطار ولا حاله الطقس قدامنا. هذا الطقس اليوم كام ده؟ خمس ايام قادم. لا ده في اكتر من كده. في على فكره حسب تاكيد على كلام حضرتك، الارصاد هيئه الارصاد في مصر كانت بتصف حاله الجو وعامله تعديلات من توقع سقوط امطار بغزاره خلال الايام اللي قبل المباراه. يوم 20 ابريل قبل الماتش ب 10 ايام، خلاص شيل دي يا برناوي، من يوم كان يوم 20 ابريل قبل الماتش ب 10 ايام، كان يمكن لو انا بصيت على الارصاد او كلفت خاطري وخليت اي حد من الساده اعضاء المجلس لو حد فاضي يعني ما وروش اي شغلانه، يا جماعه شوفوا لنا في احتمال يبقى في مطر، مش ده وارد؟ طب لو في احتمال مرض، طب انا عندي حته مهما كان الجو وحش مش هيبقى عندي الحاجه، استاد اسوان، ولعلمك استاد اسوان تحفه، خلاص فهلعب عليه ماتش واحد، وكان النادي اقول لهم احنا الماتش هيتعمل في استاد اسوان وما فيش مشكله، ما فكرناش في دي. طب ليه بقى اليوم الماتش وحصل اللي حصل والكلام ده كله؟ طب يا اخي ده انت عندك استاد الماكس معروف ان فيه ميول وبيصرف الميه، ففي الميه فكانت الاساسيه وارضه احسن من ده، وما اتهلكش للامانه برضه زي استاد برج العرب. احنا هلكناه، هو معمول غلط واحنا هلكناه. تمام، كان ممكن نقل المباراه لاستاد المكس. احنا كان في انت الملعب كان فيه كام لعيب دولي مصري وعربي وافريقي؟ انت كان في بتتكلم على حدود 15 ل17 لاعب دولي مصري وعربي افريقي. الله لا يقدر لو كان اي حد اتصاب، لو اصاب انا كنت اقسم بالله كنت مرعوب، والحمد لله ان ربنا استاد الماكس اللي حضرتك بتتكلم ده استاد الماكس قدامنا هنا، هو كان يمكن ان نتلعب على المشهد على ده، لان احنا طلعت من اللقطه ويمكن برجع يوري لنا تاني ان كان في برك، يعني معنى كده ان الملعب مش مستوي، في ارض واطيه وفي ارض عاليه. اي حته في الوطي العالي دي كان ممكن تعمل مشكله لاي لاعب، لا الله لا يقدر لو كان اصيب كان ممكن تسبب مشكله، ممكن يعني تتيه. طب واحنا اللاعب اللي بيوصل للاعب دولي ده بنعمله في قد ايه؟ يعني ده الجزء. الجزء الثاني يعني احنا يعني مش مكسوفين ان احنا، ما حدش يقول لي بقى مطر وان احنا ما نعملش ملاعب. طب ما احنا كان اول امبارح ماتش الرياض والهلال والنصر ملعب وجمهور والكلام ده، احنا يعني احنا خلاص الامر ده يتطلب مننا ايه دلوقتي يا محمد؟ خلاص انا كل نادي وفقا للائحه الاحتراف لازم يكون لي ملعب. طب النادي الاهلي ما عندوش ملعب والزمالك ما عندوش ملعب بحكم ان ما قدروش يلعبوا على ارضهم عشان خلاص الظروف ما تسمحش بده، خلاص انا باخد ملعب. بس الملعب النبيله بيتقال فيه ايه بقى؟ ده كان امتى ده يا
ده امبارح قبل الماتش. ده قبل الماتش، انما لو جبت لقطه بس ثبتها فيكس كادر من بتاعه الماتش افريقيا هتلاقي الحته اللي على يمين الملعب اللي الجزء اللي على يمين المقصوره ده الجزء ده كانت باينه. ما هي دي باين، شوف ده كل دي ارض واطيه اهي اللي فيها ميه ديت اللي حضرتك بتقول عليها في ماتش شباب الثوره كان نجيل متشال من متشال ولا هنا كل الميه دي يا محمد معنى الميه اللي هنا في حتت وحتت لا معناها ان في حتت البلد دي حتت عاليه في حتت بتتجمع فيها الميه، ده من اخطر ما يكون على اللعيبه. والحمد لله ربنا اكرمنا من دي، انما الحقيقه ربنا تخلى عننا، احنا فضحنا امبارح بيني وبينك يعني فضيحه بكل ما تحمله الكلمه من مقاييس. ليه يا استاذ ابراهيم ومصحوب بسؤال، ليه حضرتك شايف ان كان في مشكله في المشهد امبارح؟ وده راي قطاع كبير جدا من الجماهير على السوشيال ميديا سواء جماهير الاهلي او الزمالك، فكره خلو المدرجات في مباراه بهذه الاهميه من الجماهير حتى من الحد الادنى من الجماهير اللي قلنا على الاقل 2000 مشجع لكل فريق، فريقين بحجم الاهلي والزمالك وبحجم جماهيريه هذه المباراه والاهتمام الاعلامي بيها، وكمان حاله الملعب والظروف اللي حضرتك اشرت لها. في ناس بتتكلم هل دي مسؤوليه اتحاد الكره منفردا ام ان الامور بتدخل في حسابات خاصه بالتقييم الامني والضابط الامنيه موافقات وبكام وحضور قد ايه الجماهير؟ خلينا باكثر صراحه الموضوع معقد شويه. انا بحيي بس عايز احيي امبارح لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك على سلوكهم امبارح، عايز احييهم وكل الاحترام والتقدير على السلوك اللي هم عملوه مع بعض في الملعب، لان ده بيشيل فتيل اللي من الناحيه الثانيه في ناس عماله بتولع عشان يبقى في تعصب. ما لعبوا هم لكلوا بعض، دول مصريين اللعيبه دي لعيبه مصريه ودول زملاء في المنتخب، وفي الاول وفي الاخر احنا مصريين، احنا ما مش بنشوف بره يا جماعه. ده الرياضة عملوها عشان التآلف وعشان تجمعنا احنا الحتة الوحيدة المنطقة العربية اللي الرياضة عندنا بتفرقنا وتبعدنا. من يزرع الكراهية ومن يزرع التعصب ومن يزرع لازم نقف هنا وقفة. زرع التعصب انت في الاخر ده كله، وفي الاخر ما تزرعليش تعصب، فرد يزرع تعصب فجماهير لان ده سلوك دمهرة. في علم النفس بيسلموه السلوك القطيع، ليه؟ لان المسؤولية الفردية منفية. انا وانا في وسط 5000 ممكن اعمل اي حاجه ما اقدرش اعملها انا لوحدي. انا كسف واخجل ان انا اقول وانا ماشي في الشارع اشتم ولا ارمي طوبه هتمسك. انما انا وانا في وسط 10000 مش هبان. فده سلوك القطيع. علاش كده مشكله سلوك القطيع؟ ان واحد ممكن يعمل حاجه كله بيعمل زيه، خدت بالك؟ وبتبقى اسقاطات، بيشتم اهو بيشتم زيه، ده بيشتم بقى مزهقان من حاجه، ده بيزهقان من رئيسه في الشغل ده، انما هو بيشتم السلام. فالمساله كلها انا خلي بالي انا لازم امنع دلوقتي. انا كان يمكن لو ما فيش حاله الاثاره والاحتقان اللي عماله شعب بلا سبب، وفي كمان في مشكله تانية في الاعلام والقنوات اللي ده ناس بتولع نار، ده مش بيولعوا نار، ده حاطين ده مشكله كبيره جدا يا جماعه. تاثير ده على الجماهير خطر، لان في الاخر بقول لك سلوك الجمهره ده سلوك القطيع تعريفه كده. فانا النهارده لو ما كانش في حالة التحريض الكبيرة جدا على الكراهية والكلام والخناقات والشتيمة كان ممكن يبقى الماتش ده بحضور جميل ويحضر يا سيدي. ما ورينا يا عم برناوي، خلي برناوي النهارده حطيت نفسه معانا. احنا ماتش اهلي وزمالك، ماتشات اهلي وزمالك كانت بتتلعب في استاد في الزمالك او في الاهلي في استاد التتش، ما فيش فاصل بين الجمهور، قاعدين مع بعض. كان اللي بتلاقيهم في الدرجة الأولى كلهم قاعد مع بعض، هو يا أخي مش خناقة، اصل التشريع والانتماء مش جنسيه مش دين يا اخوان، حتى لو دين الدين لله والوطن للجميع. ده احنا لازم بس كمان حضرتك طالبت الاسبوع اللي فات اللاعبين نفسهم بسلوك طيب مع لا بعض. لا انا بشوف انا بقى التزموا بحييهم، انا مش التزموا ده وده لازم يعني يبقى ده الطبيعه لازم. وحتى لما كانت الدكتوره حمده السيد معانا على التليفون قالت اتمنى ان وده سلوك يبقى الفرق تعمله. سيبك من اتحاد الكوره، اتحاد الكوره مش هيعمل حاجه انساه، يعني ما تدخلهوليش في اي جمله مفيده. ان اللعيبه بعد ادي هنا الماتشات، ادي ماتش الاهلي والزمالك كان الدرجه الثالثه دي كلها الماتشات الاهلي والزمالك الجمهور قاعد مع بعض، قاعد مع بعضه ولا حد بيتخانق ولا سمعنا ان حصل حاجه ولا الكلام ده كله. ماتش قاعد وتحب وتعمل قالها، هو انت مش بتبقى قاعد مع اصحابك ده زملكاوي ده اهلاوي قاعدين؟ ما احنا بنختلف كتير اكظاف في كل حاجه، مش اختلاف سن يعني سمه شخصيه سمه بشريه، ده الاختلاف ده ربنا خلقه فينا، بس الاختلاف ما يخليناش نخنق بعض ولا نعمل بعض. حاله الاحتقان التي تمت وتتم وربنا يعني يهدي الجميع وما تتمش، هي دي الحاله الوحيده اللي تخلي الجمهور يرجع تاني. معيب علينا كمان ان احنا نبقى الدوله اللي عملنا كره في الحته دي كلها
وبنلعب. امبارح شفنا بعد احتكاك في كوره مشتركه التحام بين اللاعبين مروان محسن ودعابه وابتسامه مع جنش في جانب من جوانب اللاعبين مع بعض في اكتر من مشهد، كانوا رقي في التزامهم مع بعض وروحهم الرياضيه، يعني مشهد طبعا كان ده اللي احنا عايزينه على طول، هو ده ما يجب ان يكون. واذا عمل ده انا اسف، يعني انا بقول لهم انا بشكركم ليه، لان في صحه الاحتقان، انما كان الطبيعي ان اللي ما يعملوا ده اقول له ده طبيعي، ده المفروض ان هم اللي يعملوه، بس احنا غيرنا دلوقتي بقينا بنشكر الناس على حاجات المفروض هي طبائع الامور اصلا. هي لازم تعمل كده، بتقول ان ممكن التصعيد في الاعلام انا بقى كان ممكن يؤثر على اللاعبين، كنت اتخرجته ده وعلى الاقل عريته كل من يحاول ان ان هو يعكر صفو هذا المناخ الجميل. فانا النهارده ما حدش يقول لي مادي فريد شوقي قاعد انه كان صلاح ذو الفقار، ده اهلاوي وده زملكاوي. فهي دي الامور اللي بتتعمل في اللي يجب ان تكون، يجب ان تكون. فالماتش السلوكيات اللاعب بتدي رساله نهدى شويه، لانما انا النهارده في وسط الحدوته وفي وسط الحرب اللي شغال، ما احنا عندنا كمان كان زمان ممكن يبقى في حاجات بتتقال او واحد يقول تصريح في الجورنال، انما مفيش تواصل اجتماعي والفيسبوك ده انت في فيديوهات انا بستغرب ازاي حد يطلع عمال يشتم حد، وده بيشتم ده وبيشتم ده، وده عمال يقول ده حرامي وده كذا، ازاي ده يتقال يا جماعه؟ ازاي ده يتقال وبالنسبه للناس نعمل ايه؟ وبعدين الله، هو احنا مش مخليين حاجه في مصر تبقى رمز؟ مفيش حاجه هتبقى عندنا قدوه؟ مفيش حاجه صح عندنا؟ على اي حال نعود للماتش والكلام ده، انا بحمد ربنا ان الماتش انتهى من غير اصابات. ده عظيم. بس ده في سؤالين لحضرتك، في سؤالين. اولا الجانب الخاص بالاستادات، حضرتك قلت الاسبوع اللي فات انه الحديث عن الاستثمار في الرياضه في مصر قائم دايما في اي منشاه رياضيه او اي استاد على ارضيه الملعب، وانها لو لم تكن صالحه او جيده او ممتازه واحترافيه انها بتهدر ما انفق على هذا الاستاد باكمله. هل احنا محتاجين وقفه في مصر مع المنشات الرياضيه ونشوف مشكلاتها ايه وازاي يكون فيها تطوير حقيقي، مش تطوير من الخارج او شكلي فقط او صوري فقط؟ احنا عايزين وقفه، هو بعد اللي شفناه ده احنا عايزين وقفه. ما في ناس شايفه ده المفروض احنا يعني احنا عايزين قعده، عايزين نومه، عايزين كارثه. انا ده ما انا بطلب من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان المساله دي، لان المساله دي ايمج، ده مصر يا جماعه. ما ينفعش اكبر ناديين في الحته دي في العالم ده كله وبالعراقه وبالتاريخ والكلام ده كله وفي مصر ان بنعمل ده. هتقول لي ما في مطر، في المطر بتنزل في كل حته، بس الملعب لو كويس وفي معمول صح هيلعب كل حاجه. انما امبارح كان يبقى مظهرها ايه لو اي لاعب النهارده من اللعيبه اللي عندنا الدوليه سواء بتوعنا او اشقائنا اللي من الدول العربيه، من الدول الافريقيه، ما كلهم لعيبه دوليه، كل الموجودين عندنا لعيبه. ولا عندنا امبارح قرب 17، ربما لو عديناهم هنلاقيهم قرب 20 واحد لاعب دولي. لو كان اصيب كان يبقى منظرنا ايه؟ لو كان يعني كان يعني حاجه غريبه، وده كله من حاجه كانت سهله جدا. كان يمكن ان انا اليوم الماتش الصبح انا شفت الملعب ده، يبقى في واحد عنده سلطه اتخاذ القرار، ده عنده جرأه. وانا بعمل ايه؟ انا شايف الملعب انه لو نزل عليه بخت ميه زي اللي كان بيخنق وجاي ببخار زمان بقوم هيبقى في مشكله، كانت باينه من ماتش الثوره حاله الملعب. انا كان لازم اقول لا احنا الملعب ده، وخاصه ان في نوى وفي كذا، يبقى ده يبقى الملعب. حضرتك من شويه قلت انا لا اتوقع، وان حضرتك قلت اتحاد الكوره مش هيعمل حاجه وما نتوقعش منه حاجه، ليه؟ لان لو كان في الازمه دي ما انت بيبين لك الامور، ما هو بيتعرف من عنوانه. لو انا النهارده الحدوته اللي حصلت دي كلها، لو هنالك من يفكر بجد، الناس تبقى فاهمه ان عندي ماتش مهم وكبير. انا هحكي لك حكايه مع الفارق، بس انا اسف جدا بتكلم عن نفسي. اول بطوله اهرام عملتها في شهر مايو. لم اكن ادري، فات عليا، وانا رغم ان انا كنت كاتب البنود كلها معملها وكل بند بعمله بشطبه، لم اكن ادري ان ال 50 بتوع 50 يوم وبتحصل مايو، وال 50 في هضبه الاهرام هضبه عاليه والاتجاهات الريح فيه كتير فعملت مشكله. تاني سنه بقيت بقى وانا خلاص بقى مش بقى الجو، ما كانش ساعتها الارصاد بتقدر يدينا ده، انما جبت جدول النوات. يعني احنا اللي كان اللي عندنا الجو بتاع النهارده ده النوى مشهوره النوى، وربما تكون دي اخر النوات بتاع ده اسكندريه والدنيا دي نهايه الشتاء. نهايه الشتاء. فانا بقيت اعرف، ابتديت اجيب كل الايفنتات العالميه. هل احنا الميعاد اللي هعمل ده مصادف دوره اولمبيه، كاس عالم، بطولات اوروبا، في مش عارف الدوري المصري، ماتشات مهمه في الدوري المصري، اي ايفنت مهم، اي ايفنت تاني ربما يكون سياسي، لازم اختار السبع ايام او الست ايام بتوع البطوله ما فيهمش حاجه تغطي على البطوله، ده جزء من التخطيط وجزء من النجاح. هي المشكله ان في ناس لما بتفكر بتعيا،
خدت بالك؟ يعني بيتعبوا فما بيفكرش خايب بيحافظ على على, على. طب ما نفكر يا جماعه، انا الماتش ده انا شفت ماتش الثوره الملعب مش مظبوط، كان ساعتها لازم افكر يبقى احنا ممكن نحط بدائل، اروح اسوان لو انا عايز عشان خاطر ده مش عايز العب في القاهره، كان اسوان وبالطياره ما كانش حد يقدر يعترض للصالح العام. انا ما حدش فكر يوم الماتش لما شفت الملعب ده بالشكل ده وعارف الكلام ده كله، طب ما عندي تصور وعارف ان الصاد قايل لي ان في مطر وهتبقى حوسه وعلى الساحل اسكندريه والساحل، ما خدوش القرار. يبقى انت عايز تقول ياخدوا قرار اننا نعمل الملاعب ازاي؟ لازم الدوله بقى تتحرك، ولا عشان كده قانون الرياضه يبقى لازم فيه جزء مساهم ان يبقى الدوله لها يرجع لها السلطان. القانون الجديد ده بيخلي الدوله متفرد، ما اقدرش اقول لحد انت بتعمل ايه. القطاع الاهلي، طب ما القطاع الاهلي بيعك اهو، ادي الاتحادات بتعك اهي، نعمل ايه؟ فانا النهارده لازم يكون ده. طب ما هو بعض الناس اللي بتسمع حضرتك دلوقتي هتسال بطبيعه الحال، استاذ ابراهيم لو كان اتحاد الكره اخذ القرار او لجنه المسابقات صباح امس خدت قرار متفق مع اللي حضرتك بتطلبه ده، هل كان الامر من السهوله وبشكل مباشر هيتم الاستجابه له ونقل المباراه اوتوماتيكيا، ولا الظروف حاليا عندنا في مصر معقده بتخلي شويه القرار يحتاج درجات من الموافقات؟ لو انا من 10 ايام فكرت، لو انا من 10 ايام فكرت وشفت وكنت هعرف ان هو هيبقى وحش كنت خدت رحت اسوان وببلغ الاهلي، كان هيبقى عندنا وقت كافي انا يوم الماتش انا كنا كل اللي هعمله ايه ان هو هيمشي 30 كيلو زياده كنت هعرف الناس دي، بس مش احسن مكان لعيب الله لا يقدر يحصل له حاجه، وعشان والاهم من ده كله عشان الفضيحه دي ما تبقاش منظرنا، ما يبقاش كده في. هتقول لي ما انت عند الكره وخلاص والناس كلها عماله تهاجم، المساله مش كده، ما انت خلاص اتعلم عليك حاجه وتعلمت عليك. ان شاء الله يكون في زي ما حضرتك قلت يعني مرحله جديده من التخطيط والتحضير واصلاح منظومه المنشات الرياضيه في مصر بشكل طبعا يقينا شر هذه الازمات او تكرارها. في امر فني الجمهور حضرتك تقدر تقول له رؤيتك او تحليلك لهذه المباراه فنيا، ولا صعب التقييم الموضوعي والعادل في ظروف زي اللي كنا فيها امبارح؟ لا صعب صعب، يعني انا صعب اي تقييم لهذا الموضوع، وانا بقول اصل هتعمل ايه في كره جاي بتوقفها تروح تفطر الناحيه الثانيه؟ هتعمل كره ايه؟ الكره انت عاملها بقوه معينه راح توقفها بره، بيبقوا عارفين فبيضطر ان اي تمرير عامل حسابه بدار قوه معينه عشان عارف ان الارضيه هتوقف الكره لو هي ماشيه على الارض، حتى تحكم اللاعب نفسه في حركته هو فاقد. هو انت شفنا امبارح قد ايه الناس اللي زحلقت في بعض، ده الحمد لله في الحاجات اللي كان فيها تاكل ان ما حدش كسر رجل الثاني الحمد لله. فانا النهارده فني يعني انا بعذر طب على قد ظروف المباراه وظروف الطقس وغزاره الامطار وحاله ارض الملعب، لو حضرتك حبيت تكلمنا فنيا عن المباراه تقول مقاييس الامور الفنيه. انا الزمالك في الشوط الاول يعني تقريبا لغايه ما بعد نص الشوط الاول او قرب نص الشوط الاول كان بيلعب يعني كان من بعيد بيحلق من بعيد بيرق من الكره وكان متحفظ، لانه في الاول وفي الاخر شايف الدنيا معكوكه وان يعني المساله اي هدف هيخش محدش هيعرف يجيب الثاني يعني، فالمساله مش ظروف عاديه. الشوط الثاني الزمالك بادر وكان ليه راح وهجمه، الفرقتين لهم فرص لما نيجي نحسبهم جت للفرقتين فرص. انت ممكن النادي الاهلي كان بيعتمد على في التكتيك بتاعه وفي خطته والكلام ده على نقل معين وعلى جمل معينه، ولا جمله طبعا جمل ايه؟ تعمل فده خلاص يعني فبقت ما كانش حاجه متقنه في ما كانش حاجه يعني النهارده كل واحد كان عنده حافظ حاجات او هو واحد فرق يعني فريق النهارده بيلعب على المرتد وهو اهم حاجه عنده ما يخشش فيه، وفي فريق تاني بينقل